فعلا مشهد حقيقي. اللي ما عنده من العوائل المتعففة منطقة الكرادة يجي ياخذ مسواقه على قدر ايش قد قلنا قد 15,000 اضافة للصمون كاظم واخوه ايضا دا يساعدون لكل شخص دا يتبرعون دا يقللون وكل واحد هم يحتاج هذا المكان. فعلا على ارض الواقع مبادرة رائعة جدا ما كانت موجودة سابقا الا نادرة، لكن اليوم بشكل حقيقي بشكل واقعي خالد قيس ومحمد الملقب محمد دقاقة الكراديين الأصلاء يسوون هذا المشهد. بنت العوائل تعرفكم أو تجي على مود أنهم من خلال المنشور اللي نشرناه يوم أمين أنه بضروب الكرادة. أي نعم وشحنا أي مبادرة محمد أكو جماعة همينيهم أبو الجاع ما قدروا يجون، إحنا وصلنا لهم للبيت ما يقدرون يطلعون، وصلنا لهم للبيت يوم حسينية تلوي جماعة وأبو الجاع، واحنا مبادره مفتوحه لكرم اهل الكراده والناس الطيبين. من سعبش السعبش باقين من 8 الصبح لحد 12 بالليل حتى ما يخلص المسواق. كل شخص هسه رساله الحبيب الله يوفقك استاذ علي خالد ومحمد من الشخصيات النزيهه، واضافه الى كاظم ابو المخضر همينه ما قصر وقفه هذه طبعا هاي مبادرات يسجل الاسماء.